أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ورد حديث بما معناه عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، هل ورد هذا وما معناه؟ نعم ورد هذا، ومعناه أن الشيطان أن العالم يقمع الشيطان، العالم يقمع الشيطان ويدحض وساوسه وشبهاته عن الناس، فالشيطان ما أشد عليه من وجود العالم، فالعالم الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن العابد ليس عنده علم، لما عنده عبادة فقط، وقد ترد عليه شبهات من الشيطان ولا يستطيع أن يدفعها أو يرد عليها، لذلك فضل العالم على العابد كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم.